تقدر تكون حامل في هذوك العامين المرأة؟ الوغ لا الحمل بعد المرض ممكن، بصح عندها مدة مينيموم سي 2 à 3 ans بعد ما تكون برات باش تقدر تحمل. اوكي. وعرضة في الحمل ومن بعد كي ترد كي ترفد البيبي تاعها وتولد وكام تقدر ترضعو عادي، خاطر الحليب تاعها خلاص ما يكونش فيه ادوية. الوغ يصرى ان بوتي بروبليم، صادير لو ثاني كان ماشي مريض هذاك راح ترضع منه عادي. لو ثاني كانت منه مريضة سا ديبون العلاج اللي ندار عليه. كاين اللي يديروا جراحه يعني نحو لهم استئصال، استئصال فيكون استئصال تاع القنوات هذيك تاع الحليب. كاين اللي يدير لهم لا راديوثيرابي يعني شغل يكون حرق شويه في قنوات الحليب. صافيك هذاك لو ثاني كان مريض ممكن الحليب يكون فيه قليل باسكو منزوع كميه منه، وممكن البيبي يعني يمص شويه اكثر باش يجيه باسكو القنوات تكون قليله. هذه هي معناتها ممكن الجهه رضاعه فيه شويه اصعب على الجهه اللي ما كانتش مريضه، بصح ترضع منه عادي عادي عادي.